كل احنا كل الغطاسين بيغطسوا مع قروش على فكره، كل الناس بتغطس مع القروش. و مش خايف؟ لا ما بنخافش خالص، واحنا عندنا قواعد بنمشي عليها وعارفين ازاي بنتعامل مع القروش. والغطاسين من كل العالم دلوقتي بيجوا عشان يغطسوا مع الهامر هيد شارك، عشان يجي يغطسوا مع الشانك وايت تيب، عشان يجي يغطسوا مع القروش اللطيفه دي كلها. يعني شفت تايجر شارك؟ شفت تايجر شارك بس هو خطر خطر جدا. هو اجريسيف بس احنا واحنا بنغطس ما عندناش ما فيش مشاكل معاه كبير. دايما المشاكل بتبقى جايه من السنوركلرز. السنوركلرز اول ما بيشوفوا القرش بيسبب بيجي لهم هلع بانيك، بيبتدوا يجروا على وش الميه، وده بياتراكت القرش، بيخلي القرش عايز يعرف ايه ده، فيبتدي يروح ويسبق وياخد اكشن دايما ضد الفيكتيم. فعشان كده اول ما بنشوف القرش في الميه مهما كان لازم نقف، لازم عينينا نسيب، لازم على طول يبقى في اي كونتاكت، لازم على طول عينيا ما تسيبوش. انا رايح هو يجي كده، انا عينيا معاه، يروح كده انا عينيا معاه، وابتدي اتحرك ببطء شديد بالنجور من غير هلع، ببطء شديد لاقرب مركب حوالين مني او اقرب شط حوالين مني او الريف لو قريب مني اقدر اعوم ليه. ولو ابتدى هو يجي عليا انا ما عنديش اي اوبشن غير اني ابتدي الفايت، وانا اعنيها واقصدها. والقرش مش بتتعارك معاه العركه، انت كل ما فيها بتخوفه، وكل ما بيجي يقرب عليك بتزقه او بتضربه بال في بوزه او في وشه او في بقه من قدام. وهو دي حاجه سهله ومش صعبه. لو احنا اتفرجنا على كل الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب بنلاقي ان الغطاس او الفري دايفر بيتحكم دايما بالقرش او بيقدر يمسكه من بوزه من غير اي مشكله يعني.